كتبة الثالثة الرابعة مشروع الفاو، رئيس الوزراء وقف مشروع الفاو. أخوان شرفكم كلكم سياسيين ومتابعين وإعلاميين، إيش مشروع الفاو نسمع به صار لنا 12 سنة وين بين بسنتين. زين وين المشروع اللي وقفناه؟ وين العقد اللي وقعتوه حتى احنا وقفناه؟ أسألكم سؤال، وين مشروع الفاو؟ مشروع الفاو مشروع استراتيجي مهم للعراق، وسوف توقع هذه الحكومة عقد مع الشركة لتنفيذ مشروع الفاو، هذا وعد. أنا وقلت من اليوم الأول هذه حكومة أفعال، ولهالسبب كل ما تعرض إلى ضغوط واتهامات أسكت، لسبب واحد أقول العراق يستحق والعراقيين يستحقون، نتحمل الوجع مو مشكلة. أنا ذهبت للبصرة لحد هذه اللحظة 4 زيارات، يوم سطيس وزارة لحد هذه اللحظة آخرها قبل أسبوعين، وذهبت مع فريق عمل إلى الفاو وشفنا الأرض وشفنا الشركة حتى نعرف شنو الظروف، حتى بروح على بعيني. دزيت على الشركة بهذا القصر بحضور وزير النقل، قلت هذا المشروع يجب النفذة. الشركة قالوا احنا اتفاقنا نسوي 14 متر الغطاس. سألت الخبراء أكبر باخرة بالعالم ايش قد تحتاج؟ قالوا تحتاج بين 18 إلى 20 متر غطاس. فقلنا مش شركة جد تسوون؟ قال نقدر نسوي لكم 19 بس تنحسب إضافات. نعم، وطلبنا معتم سوينا غطاس 19 فارز 8، وكان هناك خلاف بين الشركة وزارة النقل، مو اختصاصي أدخلاني، دعيت على سيد وزير النفط العفو وزير النقل وكذلك فريق عمله ومع الشركة الكورية، وقعدنا وذذلنا كل عقبات للوصول إلى اتفاق. وذكر وزير النقل أمامكم أمام الإعلام أيضا يقدم بأسرع وقت إلى مجلس الوزراء لتنفيذ هذا الاتفاق، اتفاق تاريخي دخلنا به خلال شهر ونص نوصل اتفاق، ما أبقى أحكي به 10 سنين 12 سنة. ميناء الفاو ميناء الفاو